أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أيمن زعرب أحد قادة لواء رفح بحركة الجهاد واثنين من مرافقيه خلال غارة جوية جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي كان قد اتهم زعرب بتدبير عدة اعتداءات ضد إسرائيل، وقاد خلال السنوات الماضية عدة محاولات اقتحام نحو الأراضي الإسرائيلية بحسب البيان الإسرائيلي. في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام مقتل 3 من عناصرها، بينهم قائد القسام في طول كرم في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة دير غصون في الضفة الغربية. وأضافت كتائب القسام في بيان على تيليجرام أن مقاتليها خاضوا معارك ضد القوات الإسرائيلية استمرت لأكثر من 15 ساعة متواصلة. وكالة الأنباء الفلسطينية كانت قد أفادت بمقتل فلسطينيين إثر اقتحام قوة إسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طول كرم، فيما قال شهود عيان إن انفجارات سمعت بعد محاصرة القوات الإسرائيلية لمنزل قيادي في حركة حماس في البلدة. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك معنا عبد الحفيظ، لك أن تطلعنا على كافة التطورات التي ذكرناها قبل قليل، تفضل. نعم، تهاني، بخصوص عملية طول كرم وما جرى في دير الغصون، الحصيلة النهائية هي 5 فلسطينيين قتلوا نتيجة هذا الهجوم الإسرائيلي على هذا البيت. بالأساس الحديث يتم عن علاء الشريتح وتامر الفقهاء، وهم قياديان ميدانيان في كتائب القسام التابعة لحركة حماس، كانا داخل المنزل، وتتهمهم إسرائيل بالمسؤولية عن عملية بيت ليد وعملية قلقيلية، وهي عمليات إطلاق نار جرت خلال الأشهر الماضية أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، هذين الشابين إضافة إلى شاب آخر من عائلة بدر، وأيضا آخرين كانوا يتواجدوا في منزل في بلدة دير الغصون القريبة من طول كرم عندما داهمت القوى الإسرائيلية هذا المكان وجرت اشتباكات عنيفة. هذه الاشتباكات أيضا أدت إلى إصابة جندي من وحدة اليمام الإسرائيلية الخاصة بجروح خطيرة. في نهاية هذه الاشتباك وهذا الحصار، إسرائيل أعلنت أنها قامت بقتل واغتيال 4 فلسطينيين وأخذت جثامينهم. الجثمان الخامس تمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية من انتشاله من تحت الركام، ولم تعرف هويته حتى هذه اللحظة لأنه كان مقطوع الرأس. إذن هكذا انتهت هذه العملية، وما زال هناك توتر في شمال الضفة الغربية سواء في دير الغصون أو في منطقة طول كرم ومخيماتها نور شمس وطول كرم، حيث تواصل إسرائيل عملياتها الأمنية هناك وعمليات الاقتحام. هذه الليلة تهاني أيضا شهدنا اقتحام كبير لمدينة نابلس وعمليات اعتقال كبيرة أسفرت عن اعتقال 25 فلسطيني في معظم مناطق الضفة الغربية. شكرا على كل هذه الإيضاحات من رام الله مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان.